ومرحبا بكم في اوتوموتو في جديد عالم السيارات. اعلنت شركة ستار بصفة رسمية على كهربتها الجديدة الهامبرا، ومن مميزاتها لي لامبليت مع وجود نظام ترفيهي افيك ان اكرون 6.3 بوص. وبالنسبة للموتور باش يكون TSI 2.0 اورو 6 وقوته تتراوح ما بين 113 و 220 شوفو. عن الدار رونو على جديدها ريو تاليسمان واللي موجودة في نسخ متعدة، وكل نسخة والموتور الخاص بها. وبالنسبة للموتور نذكروا DSI 110 و 130، TCE 150 و 160، Energie TCE 200 avec 6 ou bien 7 vitesses. وبالنسبة لقوة الموتور باش تكون 160 شوفو. ومن نصايحنا لكم اليوم، يلزم أن ننساو شروط سكور باش وين نسحقوها نلقاوها. هذه كانت أوتوموتور اليوم مع أجمل تحية أحمد أندلسي. شاهية طيبة.